الله الله الله. كل سنة وانتم طيبين. مساء الخير لكل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، وأول ليالي عيد الفطر المبارك، كل عام وحضراتكم بخير. وطبعا أجمل حاجة إن احنا نتقابل مع حضراتكم، نتقابل مع الفن الأصيل الجميل، نتقابل مع المزمار، نتقابل مع الفرقة الجميلة اللي بنشكرهم طبعا في البداية. بنشكركم جدا، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا طارق. كل سنة وانت طيب. عيد سعيد يا رب ان شاء الله. عيد سعيد على مصر كلها يا رب، ودايما في خير وفي سعادة وفي سلام، ودايما كلنا ايدينا في ايدين بعض، وبنحب بلدنا وبنستمتع بايامنا الجميلة، ويا رب يجعل ايامنا كلها اعياد باذن الله. انا عايز احيي الراجل الرائع. لا ده احنا كنا مستمتعين، احنا نسينا ان احنا هنبدا الحلقة ونتكلم وعايزين نكمل يعني. بس ده طبيعي، عارف ليه؟ نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 يا جماعه، بقى ظاهر ان هو بقى تريد مارك كده يعني في صحيح. في كل المجالات. فاحنا معانا اتفضل. لا اتفضل. عايز ارحب بالرئيس هاني سعيد ابو فارس نمبر 1، ونمبر 1 الحقيقه بالاداء الرائع الجميل مع فرقته الجميله. نورتونا، كل سنه وانتم طيبين. الحقيقة أنا استمتع النهاردة في سهرة عيد جميلة مع حضراتكم ومع الفرقة الجميلة دي، وهينضم الحقيقة لينا نجوم إن شاء الله في حلقة النهاردة بإذن الله من حلقة أيام العيد إن شاء الله. إن شاء الله مصر جميلة بكل أحداثها وبكل أعيادها، وخصوصا بقى يعني أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات بإذن الله. ناخد فاصل سريع جدا ونرجع نستمتع مع حضراتكم بالفن الجميل وبضيوفنا اللي هنستقبلهم حالا. بنرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبنبدأ بقى فقرتنا النهاردة مع حضراتكم في مصر جميلة في أول أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وحضراتكم بخير. واسمحوا لنا في البداية طبعا إن احنا نرحب بضيوفنا اللي بيشرفونا النهاردة. برحب بدكتور الحسين أبو عميرة، المستشار الثقافي لجامعة قناة السويس والأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالثقافة. أهلا بيك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. كمان بنرحب بالنجم علاء سلام، الملحن والممثل والموزع الموسيقي، اللي هنستمتع اكيد معاه النهارده كمان ونحتفل باول ايام عيد الفطر المبارك. اهلا بحضرتك. أهلاً. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب استاذ علي، يعني وحشتنا جيل يعني انا عارف انا عارف الجيل بتاعنا، جيل الاسامي الجميله من اول الاستاذ حميد الشاعري والاستاذ طبعا. انتوا عملتوا حاجات جميله جدا، كمان الشرايط الكاسيت ده كانت مرحله عظيمه الحقيقه. مرحله دي جميله، وكانت يعني منافسه رائعه كان الحقيقه، الجيل يعني كله بيحب بعضه صحيح. وكان يعني الحمد لله رب العالمين، كنا بندور على ان احنا بنعمل فن صح، بنزهق ان احنا نعمل فن مش بنتاجر بالفن. أي. لو كنا عايزين نتاجر بالفن احنا عملنا اغاني الحمد لله رب العالمين عدت الملايين. أي. صحيح. صحيح صحيح صحيح، حضرتك تعلم ذلك يعني. انا عندي غنوه النهارده وهي حقوق ملكيه فكريه، غنوه يعني كل تركيا بتغنيها، ده مش النهارده ونزلت في افلام ومسلسلات وحكايه كبيره. احنا النهارده جايين نعيد على الساده المشاهدين ونستمتع بحضرتك ونستمتع بالرئيس هاني الحقيقه، فرقته الجميلة، ويوم جميل الحقيقة نجلاء النهاردة. أكيد النهاردة. ومعاك الميكروفون. معنا دكتور الحسين كمان، وإحنا خارجين بقى من رمضان واخدين يعني جرعة هايلة من الدراما الرمضانية، اللي أكيد كل واحد فينا ما قدرش يتابع كل المسلسلات اللي تم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، لكن بالتأكيد كل واحد كده قدر إن هو يجمع مسلسل أو اتنين، وقدرنا يعني برضو يا دكتور نكون فكرة عن طبيعة أو هوية المسلسلات اللي عرضت. فحضرتك تديني فكرة شاملة كده عن الدراما الرمضانية ورأيك فيها يعني كناقد وكصاحب رؤية ثقافية. بصراحة كل سنة وانتم طيبين، وانت بالصحة وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب جميعا إن شاء الله. وإحنا بصراحة خدنا شهر رمضان بيجي في السنة بيعدي بسرعه جدا، وبنزعل عليه ما بنلحقش ان احنا نفرح بيه. بالنسبه للمسلسلات والدراما في شهر رمضان الكريم، اختيارات التلفزيون المصري بالذات لمسبيرو كانت اختيارات هادفه. لو اتكلمنا عن النقاط الايجابيه هنلاقيها اكتر من النقاط السلبيه.
كتير عن اللي احنا بنشوفه في بقيه القنوات الثانيه خالص يعني. طبعا اللي هو بنسميه النظام الهادف او الدراما الهادفه، تمام، اللي احنا بنعلم الناس دلوقتي في ظل طبعا الفترات الاخيره وانحطاط مستوى الاخلاق اللي احنا شايفينه على مستوى العالم كله، ان في مسلسلات بتهدف الى يعني زي ما بنقول كده مثلا ان احنا بننسق شيء معين او مستوى معين ما نقلش عنه، بنعلم الشباب والشباب والرؤية الخارجية للمجتمعات العالمية كلها ان مصر هي عاملة ازاي. لو جينا مثلا نبص على الدراما الخارجية زي الدراما التركية والدراما الى اخره، بتظهر النقاط الايجابية عندهم. يعني مثلا كل يقولك انا نفسي اسافر دولة كذا، ليه؟ عشان اللي بيشوفوه عندهم بعكس اللي موجود جوه. احنا بنلاحظ طبعا في الفتره الاخيره احنا تقدمنا باكتر من طلب المسلسلات الثانيه اللي هي في القنوات الثانيه اللي هي بتعرض النقاط السلبيه الموجوده في المجتمع واللي هي مش موجوده. مصر جميله، مصر جميله، احنا برنامج مصر جميله، مصر حلوه، مصر مليانه بالخير، احنا عندنا فن، عندنا ثقافه، صحيح. عندنا اوبرا، تمام، مصر حضاره 7000 سنه. لو اتكلمنا طب احنا نظهر الكلام ده، ما نظهرش النقاط الثانيه، النقاط الشعبيه والمهرجانات والحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي يعني كانها هي غالبه على دلوقتي برضو يا دكتور. يعني في عصر القنوات والسماوات المفتوحة وإحنا دايما بنقول إن يعني عملية المنع أو ده مش هتنفع، ولكن إحنا بنقابل ده بالأعمال الجيدة اللي فيها طاقة إيجابية زي ما حضرتك تفضلت وقلت، اللي بتعرض النماذج الجيدة والقدوة بالنسبة للشباب. فبالتأكيد يعني أنا مع ان كل شيء يكون موجود، وفي النهايه الشيء الجيد هو اللي بيظل زي ما استاذ علاء كده قال، طبعاً ان الفن الجميله هتفضل موجوده. والدليل على كده نجلاء كمان انه الاستاذ علاء من جيل التسعينات وقدم فنون جميله جدا. الرئيس هاني كمان صحيح. بيطربنا بكل الاغاني الحلوه والمزيكا الحلوه صحيح. فبالتالي ده هيفضل، اما الزبد يذهب جفاء صحيح. واما ما ينفع الناس يمكث في الارض. دي مش مختلفين عليها، اكيد هيروح ده وهيبقى الاصل. اقول لك على حاجه، اليوم ده حلو، اليوم ده حلو، احنا عايزين نسمع اليوم ده حلو بقى عشان ايه الكلام ما ياخدناش وما نعرفش نستمتع. لمتنا صحبه يب. اكيد الايد في الايد، الحب خد مننا مواعيد كل يوم له طعم جديد، واليوم ده حلو. يلا نسمع بقى. اليوم ده حلو. الله الله الله، جميل. اتفضل استاذ علاء، حاجه جميله جدا، فكرتنا بالايام الحلوه والاغاني الحلوه والمزيكا الحلوه. رئيس هاني انا عايزك تقوم ترد على النجمين النهارده استاذ علاء. شوف بقى من اليوم ده حلو هنسمع ايه بعد كده بقى. هنسمع ايه بقى؟ وبص عايز استمتع بقى. ده المزمار الجميل. يلا بينا. هتسمعنا ايه يا رئيس هاني؟ الله الله عليك، الله عليك. يلا ده حاجه جديده غير اللحن المعروف. يلا بينا. يلا يعني فكرتنا بمسلسل من اجمل المسلسلات اللي عرضت طبعا، الضوء الشارد، وتحيه لروح الفنان الجميل ممدوح عبد العليم طبعا اللي رحل عنا. ولكن دايما الفنان بيرحل لكن اعماله بتظل صحيح. خاصه لما تكون اعمال ذات قيمه، وده اللي احنا بنقول فيه يا جماعه، الاعمال الجيده بتظل موجوده وعمرها ما بتروح وبتخلد اسم الفنان. طبعا كل التحيه الابطال الضوء الشارد كلهم، وأحيي المسقار الكبير ياسر عبد الرحمن طبعا صاحب الموسيقى الجميله. انا عايز اقول حاجه، انه لما كنا بتاعنا يعني بنشتري الشرايط بنشتري شرايط المزيكا كمان استاذ علاء طبعا. يعني ياسر عبد الرحمن، وكان طبعا مع حفظ الالقاب من العلامات طبعا، استاذ عمر خيرت المسقار. تخيل الكبير. بقى تاثير الثقافات في مصر، ان احنا عندنا اغاني مصريه طبعا كلها بتغنى في الدول العالميه، فعندنا المطرب او الفنان بدأ مكان يبقى مصري طبعا عالمي، وبيؤثر تأثير كبير جدا. وفي اليوم ده طبعا، اليوم ده حلو، احنا بنتكلم عن الفنان النجم الكبير والنجم العالمي، ونقول النجم العالمي طبعا علاء سلام، لان عنده اغنية طبعا اغنية كبيرة جدا اللي هي اغنية لا تبيع ولا تشتري، بتغنى في تركيا والشعب التركي كله بيتكلم عنها، ومسلسلات كاملة التتر كاملا بصوته وليس بصوت يعني فنان. بشكرك طبعا دكتور حسين، انك يعني السي في بتاعت الاستاذ علاء بس عايز اشكر رئيس هاني، شكرا جزيلا على الاداء طبعا والعزف المنفرد يعني الحقيقه بحييك الحقيقه. اتفضل ارتاح يا رئيس هاني. استاذ علاء عايزين نسمع حاجه من التتر الاغنيه التركيه،
ولو على العود يبقى اشكرك شكرا جزيلا. لا احنا هنسمعها الاغنيه كلها مع بعضها، الاغنيه كلها معانا، فاحنا هنسمعها كلها مع بعض دلوقتي مع استاذ علاء. وفكره ويعني جميل ان احنا نسترجع كل انا عايز اقول بس حضرتك ان ده انا بفخر وانا الحمد لله رب العالمين كمصري بان ال 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 فننا المصري، فننا المصري البحت. المزيكا المصريه الاصيله. المزيكا المصريه ما فيهاش عناصر اخرى. الحمد لله انها توصل بالشكل ده. ده مش انا لوحدي، ده كل جيلي. لان احنا الحمد لله كان فننا فن التسعينات، ده كان فن يعني الحمد لله رب العالمين اتعمل باخلاص صحيح وبحب، ولذلك يعني ما خرج من القلب وصل الى القلب العالميه. مصر ام الفنون وام الحضاره وام الفكر والثقافه والفن، هي اللي هي اللي نشرت الفن ما بين كل دول العالم خصوصا الدول العربيه طبعا. حضرتك والفنانين ما كانوش بيشتهروا الا لما بيجوا مصر، يعني ده المعروف. افلام ولنا حقوق ملكيه فكريه وما اتكلمناش في ده. يعني تركيا يعني تعتبر انها واخد العمل ده بدون اذن لا مؤلف دكتور عادل عمر ولا ملحن الكبو حميد الشعري، ومتغنيه بصوتي ومتغنيه بجميع الاصوات. هي مطربه تركيه اللي غنتها، ده مش مطربه واحده، ده مسلسل ومسلسلات وافلام كذا حد، يعني هي ايقونه يعني الحمد لله سبحان الله. انا طب يلا يعني نسمعها بقى، يلا بينا نسمع. يلا استاذ علاء، يلا يا استاذ علاء اتفضل حالا. اتفضل. لا تبيع ولا تشتري. الله الله الله، حلوه جمالك سكري دي، تحيه كبيره للنجم علاء سلام الحقيقه، جمالك سكري، وتحيه كبيره للكبو حميد الشاعري الحقيقه. الحياه كان جيل، كان جيل كامل، وكانت حاله فنيه جميله جدا. يمكن طبعا ظهرت بعديها حالات، ولكن زي ما بنقول كل فتره زمنيه بيكون فيها مجموعه من النجوم اللي بتظهر، ولكن في النهايه بتبقى الاغنيه الجميله اللي بتثير مشاعر يعني الجماهير في الوقت ده. طبعا في اغاني مهرجانات وفي اغاني غيرها، واحنا مش ضد اي نوع من انواع الاغنيه، لكن احنا مع الاغنيه الهادفه اللي ليها كلمه جيده، لان حتى اغاني المهرجانات فيها اغاني ليها معنى او ليها عبره جيده. فدايما يعني يا دكتور بنبقى محتاجين ان احنا يكون عندنا الانواع الجيده اللي نقابل بيها الانواع اللي ممكن نكون مش راضيين عنها الى حد ما. كويس جدا. انا تقدمت بطلب الفتره الاخيره لمجلس الوزراء تجريم ان احنا معنى صح ان يوجد قانون جديد لتجريم الاغاني الهابطه. ليه؟ لان احنا فيما يسمى بالتلوث السمعي، تلوث السمعي، حفاظا على اجيالنا الشباب، الاجيال اللي هي لسه جايه. تمام. الاغنيه الجميله احنا عايزين نوصل لمستوى، يعني بص اغاني الجميله لسه حافظينها، اغاني الثمانينات واغاني التسعينات. اين دور الرقابه؟ اين دور ده سؤال مهم جدا، ده سؤال مهم جدا في كل حاجه. بس الفكره بيقول لك يا استاذ علاء انه الناس دي او الاغاني دي انتشرت عبر التكنولوجيا، عبر اليوتيوب، عبر وسائل التواصل. انت عايز تتفرج عليها اتفرج عليها، انت مش عايز مش عايز، انما هي بره الرقاب. اتفضل. تمام. يعني انت عندك حضرتنا جيلنا كله، يعني انا كنت عامل غنوه من بره هلا هلا من جوه، ده مثلا بنعمله. اعترضت الرقابه فعملناها هلا 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 على الحلوه بضحكه هلا. انا ما فيش مانع، في اصوات جميله في المهرجانات، في اصوات جميله في حلو. ولكن لو حضرتك تشوف كل مؤسسه ام كلثوم، مؤسسه عبد الحليم، مؤسسه انت بتبقى عنوان، مش عنوان ليك انت فقط، انت عنوان لمصر. بتختلف طبعا. الزمن اتغير برضو، خلينا نقول حاجه يا استاذ علاء. يعني من المفترض ان احنا مع متغيرات العصر بنستخدم، يعني طبعا لازم نتواكب مع التكنولوجيا، ولكن بما يتناسب. لا ما انا لسه بكمل، انت لسه بكمل كلامي على فكره، ما كملتش كلامي. انا لسه ما كملتش كلامي، دي فرصتي. يعني من المفترض ان انا بس والله مش كده، يعني مع الكلمه الكويسه على فكره، يعني زي طارق بالظبط على فكره.
يعني دايما احنا بنشجع الفن الراقي، لكن مش هنقدر ان احنا ننفصل عن العالم، مش هنقدر ننكر ان اصبح في وسائل تكنولوجيا بتتيح الفرصه مصريه غير العالم. انت ليه مش عايز تسمعني للآن؟ العالم له برضه يعني العالم يا فندم، هو ده اللي احنا بنقوله، ان احنا نزيد من الانتاج الفني الجيد والراقي، هو ده اللي بيفضل. فنان عبد الوهاب لما طلع باغنيه من غير ليه في وسط ما كان في اغاني هابطه كتير جدا، لا 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 كان في اغاني بنعترض عليها، معلش كان منافس قوي كل وقت كل وقت يعني بالعكس الناس كلها يعني الشباب الصغير ساعتها احنا كلنا سمعنا من غير ليه، صحيح سمعنا الاغنيه الجيده بتفرد نفسها، اغنيه حضرتك موجوده لغايه النهارده لانها اغنيه جيده، هو ده اللي احنا بنقوله. نزيد من دي مسؤوليه حضراتكم، طيب. ان انتم تزيدوا من الانتاج الفني الراقي اللي ليه كلمه هادفه اللي بتحافظ على الهويه المصريه. تمام، انا بس باتمنى يكون في دور يا اخوانا للرقابه. انا جاي والله سامع لفظ يعني لفظ خارج وبتدي مهرجان وصوت جميل، طب ما تقول يا ابني معنى كويس. الحفاظ على الاغنيه المصريه، صحيح. او الحفاظ على الاغنيه العربيه، صحيح. احنا ليه بنتكلم ان احنا مثلا لو ما فيش رقابه وكله بيغني، لو في اغنيه واتغنت بشكل غير مناسب هيقولوا دي مصر ودي الاغنيه المصريه، واحنا مصر كبيره جدا، مصر كبيره بحضارتها بريسها، قدام تحديات كبيره جدا. يعني احنا كلنا مثلا النهارده طبعا في يوم العيد وبنقول الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنه وحضرتك طيب، واحنا كلنا وراك واحنا كلنا معاك، ومصر كبيرة في تحديات كبيرة في الفترة الحالية، فمش عايزين يقولوا دي الأغنية المصرية اللي وصلت لها، يعني لا الأغنية المصرية المصرية أو الأغنية العربية، احنا ضد المهرجانات اللي هي بتسيء للأغنية المصرية. أنا دكتور مع حضرتك في كل اللي قلته، لكن في وجهة نظر انه الشيء الرائع بيبقى بيستمر. لغايه النهارده بنسمع السيده ام كلثوم، بنسمع الاستاذ عبد الحليم، استاذ علاء منورنا النهارده في تلفزيون مصر، وبالتالي بيبقى. يعني انا عايز اروح للرئيس ثاني، انت بسطتني الحقيقه وعامل لنا جو حلو كده، انت والنجم الكبير استاذ علاء منورين دايما. انت بتسمع ايه لما بتقعد كده في وقت ماشي؟ احنا هنروح له، بس انا بسالك انت بتسمع ايه؟ المايك ده مش شغال، نستأذنك ممكن تاخد المايك عشان بس نقدر نسمعك كويس. انت في الاغاني لما بتبقى قاعد كده رئيس بتختار الاغنيه بتختار بناء على بتسمع ايه؟ والله انا بحب دايما شقيقه عباسط حموده، الحاجات اللي هي الشعبي. انت رايح للشعبي. كل يعني كل جيل له جيل وكل زمن له زمن، كل واحد يعني اصاله. ايوه الحاجات اللي هي الحلوه دي الجميله دي. جميل حبيبي. يلا بينا. حتى انت عايز عندنا فقره تنوره، عندنا فقره تنوره، اصغر راقص تنوره في مصر. انور حماده اصغر راقص تنوره. عنده كام سنه؟ عنده كام سنه؟ ما بتطلعش الاسرار دي اسرار. يلا دي بقت اسرار. اتفضل يا عم. يلا رئيس هاني. يلا مشكله رئيس هاني ده. اتفضل يا رئيس. عموما احنا هنعرف برضو عنده كام سنه. يلا هات المايك بقى عشان انت كده تاخد المايك من المزمار. يلا اتفضل. طب اسمه ايه ولا ده برضو اسرار؟ انور. أنور حمادة. منور. ازيك يا أنور؟ عندك كام سنة يا أنور؟ مش عايز 12. شكرا يا أنور. يلا اتفضل. قلت لك هنعرف عنده كام سنة. الله الله. برافو عليك يا أنور. عظيم وأحسنت. برافو عليك يا أنور. شكرا ليك، كل سنة وأنت طيب. ربنا يحفظك ويحميك ما شاء الله. حاجة جميلة جدا. الله ينور يا رئيس هاني، حاجة جميلة. نجمنا الكبير الأستاذ علاء منورنا، وكل سنة وانت طيب ودايما في خير وفي سعادة. زي ما بنقول كده الليلة عيد يعني، واليوم ده حلو، واليوم ده حلو، واليوم ده حلو، والأعياد دايما بتلم الحبايب، والوقت الحلو بيخلص بسرعة. والوقت الحلو بيخلص بسرعة. ورا دي وراها على طول، ليلة عيد والوقت الحلو بيخلص بسرعة. عايز بقى كده من كل الحاضرين النهاردة أمنيتين، أمنية خاصة وأمنية لبلدنا العظيمة مصر، اتفضل. غير لك السؤال، سؤال صعب. غير لك سؤال. أمنية عامة بتمنى الفن المصري ينتشر في العالم كله، وبتمنى إن مصر العظيمة تظل عظيمة. يا رب يا رب دايما. تظل دائما إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر طيبة إن شاء الله. حضرتك طيب. دكتور.
انا بقول كل سنه وانتم طيبين، ودايما يا رب التلفزيون المصري كده بيسعدنا بالحلقات الجميله والحلقات اللي بيبهرنا بكل ما هو جميل، لان مصر كبيره كبيره كبيره، ودايما بنقول مصر جميله في برنامج مصر جميله، ومصر قد الدنيا وهتفضل قد الدنيا. وكل سنه وانتم طيبين، وبنقول لمصر كل سنه وانتم طيبه امنا. وطبعا يسعدني ان انا اقول لامي طبعا دكتوره سعادات كل سنه وانتم طيبه في اليوم الجميل ده. كل سنه وانتم طيبين. الرئيس هاني، انا عايز اسمع، ممكن المايك لو سمحت يا دكتور للرئيس هاني؟ اتفضل يا رئيس هاني. انا بشكر حضراتكم الاول احنا اللي بنشكرك حقيقة، حبيبي الله يخليك، وبشكر الدكتوره شهناز اللي عرفتنا على الناس الحلوه. اهلا وسهلا بجماعة، يعني بحاجه مش عايز اقول لك يعني. اهلا وسهلا بيك. امنيتك ايه يعني؟ بتتمنى ايه الايام الجايه؟ والله بتمنى ان احنا نشوف ايام خير يا رب، وربنا يعني يكرم الناس الغلابه اللي موجوده في الدنيا. من حق الفرقه الجميله دي علينا ان احنا تعرفنا عليهم كده اساميهم من فضلك كده. المايك كده وعرفنا كلهم اسمائهم ايه. من فضلك وبشكركم، نورتونا واسعدتونا الحقيقه يعني. اتفضل كل واحد يعرف، عرفني بنفسك. بسرعه. اسمي محروس الدبركي. علي صوتك يا محروس. اسمي محروس الدبركي. اهلا وسهلا استاذ محروس على الكيبورد، نورتنا. اهلا وسهلا. محمد كولا. اهلا استاذ محمد. متولي صلاح لاعب درامز. اهلا وسهلا. محمد حبيشة. اهلا وسهلا استاذ محمد. احمد صبح. اهلا وسهلا استاذ. جمعة محمود. اهلا وسهلا. على الايقاع احمد لولو. اهلا وسهلا استاذ احمد، نورتوا واحسنتوا. شكرا لحضراتكم جميعا، بجد نورتونا واسعدتونا النهارده في اول ايام عيد الفطر المبارك. بنشكركم جدا على كل اللي قدمتوه. بنشكر استاذ علاء على الفن الجميل، دكتور الحسيني نورتنا، كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني نختم بقى، ما احنا عايزين نختم بحاجه مختلفه. بس بنشكر كمان كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، لان احنا هنختم على الدويتو يعني اللي هيكون ما بين استاذ علاء ورئيس هاني. اتفضل. بمناسبه شهر رمضان احنا يعني عاوزين، احنا قلنا دو الشارد في العيد بقى. احنا في العيد. لا احنا طالعين من مسلسلات رمضان. طالعين من شهر رمضان. مسلسلات رمضان. يعني احنا قلنا دو الشارد برضو، قالوا علينا دياب برضو، الحاجات اللي هي الجميله اللي بتفكرنا بايام زمان دي. ماشي.